الصحابة رضي الله عنهم أمثال عمر رضي الله عنه، وهو الصحابي الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه الألباني: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال عنه عليه الصلاة والسلام: إن يكن منكم محدثون أي ملهمون فهو عمر. وموافقاته للقرآن كثيرة، وهو الرجل الذي يهرب منه الشيطان، ومع ذلك كله جهل حديث الاستئذان ثلاث: فإن أذن لك وإلا فارجع. فلما أخبر به وشهد شاهد آخر على أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال مؤنبا نفسه: الهاني عنه الصفق بالأسواق. وهذا من العجب، لو قسنا ما عليه أولئك ومن في هذا العصر نجد أن الواحد قد يكون عالما ببعض الأحاديث أو ببعض تفسير الآيات ويرى نفسه أنه هو. ولذا مثل هذا يزيدنا، طالب العلم إذا قرأ مثل هذه الأشياء أو سمعها تزيده سعيا في طلب العلم وإقرارا في نفسه بأنه جاهل. وإذا من لا يرخي بسمعه إلى أدلة الآخرين أو إلى أقوال الآخرين هذا لا يستفيد. لما؟ لأنه حجر نفسه وضيق على ذهنه.